كابتن مهند، مساء الخير عليك. مساء النور عليكم وكل سنه وانتم طيبين. يعني طبعا في خبر مهم جدا، وهو التعاقد مع او عقد اتفاقيه مهمه جدا لشراء جهاز طبي او جهاز استشفاء طبي بالتحديد لخدمه فريق كره القدم من النادي الاهلي، واكيد مختلف الفرق كمان. خطوه اكيد مهمه جدا جدا من قبل مجلس الاداره يا كابتن مهند. والله احنا طبعا بقى لنا فتره شغالين على الملف الطبي، والحمد لله بعد تكليف المجلس الاداره ليا بالموضوع ده. انا الرؤيه اللي احنا بنتكلم فيها وبنعرضها ومجلس الاداره متبنيها هو في كل ملف من الملفات، هو ان احنا نشتغل على جميع المحاور اللي تخدم يعني كل القطاعات اللي منتميه للنادي. تمام. فالملف الطبي في اجزاء منه بتمس اعضاء النادي، في اجزاء منه بتمس الرياضي وفرق النشاط الرياضي، وكمان فريق كره القدم طبعا اللي ليه اهميه الاكبر، كبار السن، ذوي الاحتياجات، يعني كل الشرائح اللي احنا بنتعامل على اساسها. الحمد لله توفقنا المره دي في الاتفاق مع الشركه الحاليا في موضوعين، هم موضوعين مختلفين ولكن الموضوعين يخدموا قطاعين كبار جدا. القطاع الاولاني هو طبعا قطاع كره القدم عن طريق جهاز الاستشفاء اللي احنا باذن الله هيوصل للنادي قريب. والجهاز ده بعد طبعا عرضه على الجهاز الفني والاداري ومستر لاسارتي ومخطط الاحمال، الحمد لله اثروا جدا على الجهاز وكانوا يعني مبسوطين جدا برؤيتنا فيما يخص المجال ده او الجزئيه دي، لان هم عارفين كويس قوي ان الاستشفاء واعاده التاهيل للرياضيين هو جزء اصيل من البرنامج البرنامج التدريبي اللي بيحطه المدير الفني. يعني هو بيحط المدرب الاحمال بتاعته، لازم في وسط البرنامج يبقى عارف هيعمل الريكفري والاستشفاء ازاي. الادوات دي ممكن تبقى الحاجات الروتينيه العاديه زي المساج والساونا والتدليك والحاجات دي، وفي حاجات طبعا اكبر من كده بكتير واكثر تعقيدا بتخلي اللعيبه تتعود على الاحمال العاليه جدا في التدريب، وكمان الاحمال العاليه جدا في المباريات مع تراحم المباريات اللي احنا فيها، وطبعا لا يخفى على الناس طبعا الاصابات اللي الفريق فيها. طيب اكيد اكيد ده شيء مهم وخطوه مهمه جدا، لكن فيما يخص الابلكيشن الخاص باعضاء النادي الاهلي يا دكتور مهند، عايزين شرح بس من حضرتك لان دي هتكون خدمه مهمه ومفيده جدا لاعضاء النادي الاهلي. طبعا انت عارف ان احنا في يعني لازم كنادي اهلي او اي حد انه يواكب التطور، وتطور التكنولوجيا دلوقتي بقى هو حديث العالم، فاذا ما كنتش تستغل التكنولوجيا في كل حاجه بتطور فيها اداء النادي هنتاخر كتير. وطبعا كعاده النادي الاهلي هو صاحب الرياده في الامور اللي دي كلها، فالحمد لله كان مع نفس الشركه العرض الابلكيشن دي اسمها استشاره خاصه بالاستشارات الطبيه، يقدر عضو النادي عن طريق الابلكيشن دي ان هو يستشير الاطباء المتخصصين الموجودين في كل المجالات، فحاجه تكنولوجيه عاليه جدا. هناخد ان شاء الله مؤتمر قريبا نشرح فيه كل حاجه، المقابل المادي مقابل هذه الخدمه حاجه زهيده جدا، وهنشرح بالظبط برضه هي كانت تقدر الخدمه دي تقدم بكام ولاعضاء النادي الاهلي هتقدم بكام. حاجه تطور كبير جدا جدا في مجال الملف الطبي اللي هيخدم قطاع كبير جدا من الاعضاء وكبار السن وذوي الاحتياجات والرياضيين واي حد منتمي للمنظومه، وباذن الله عندنا حاجه تخص الملفات دي يعني من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا بنحطها في دماغنا، ان احنا في كل ملف نمسكه برضه بنسال مدى امكانيه التطبيق ده على جمهور النادي الاهلي. كويس. جمهور النادي الاهلي ده هيبقى ليه طبعا تطورات ثانيه خالص، فان شاء الله كل اللي بنعمله ده حتى فيما يخص جهاز اجهزه الاستشفاء اللي جايه لفريق كره القدم ما هي الا بدايه لخطوه في مرحله في خطه كبيره جدا بيرسمها مجلس الاداره فيما يخص المجال الطبي ان شاء الله. ان شاء الله. ده كله في مؤتمر قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله خطوه مهمه جدا ومميزه اكيد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لكن برضو عايز استغل تواجد حضرتك معانا على الهاتف ونتكلم على الافتتاحات المتواجده في مقر النادي الاهلي بالتحديد في الجزيره، وسواء افتتاح صاله الجمباز، افتتاح صاله التنس الطاوله، اكيد مجهودات كبيره وعظيمه بيقوم بها مجلس اداره النادي الاهلي لخدمه الاعضاء وخدمه الانشطه المختلفه داخل النادي. بالظبط، ده طبعا المحور الثالث والرابع اللي بنتكلم فيه اللي هو خدمه اعضاء النادي وفرق النشاط الرياضي من اولادنا الابطال في الفرق الرياضيه. الحمد لله النادي النهارده بيستكمل المسيره دي ولسه قدامنا المشوار طويل. تطوير صاله الجمباز استكمال لمسيره تطوير لعبه الجمباز اللي بقى لها فتره كانت يعني فيها تعثرات، الحمد لله يعني رد فعل اولياء الامور هي اكثر حاجه
بساطتنا، فرحه الاولاد الصغيرين بالصاله وفرحتهم هم بيجربوا الاجهزه كانت يعني بالدنيا زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله ده بيديك دافع انت كرياضي لما بتحس ان انت بتتمرن في مكان على اعلى مستوى من الاجهزه، على اعلى مستوى من السيتشي كلعبه زي لعبه الجمباز، الريسك فيها عالي جدا، فبتطلع احسن ما عندك كمدرب وكلاعب وكولي امر وكله بيجي على نفسه وبيضحي. فمجلس الاداره طبعا كان لازم يكون له دور في الحته دي، عشان باذن الله الصاله دي هتطلع لنا ابطال عالم في مجال الجمباز، وان شاء الله اللعبه هتتطور بشكل كبير جدا، وده بشهاده طبعا رئيس الاتحاد دكتور ايهاب امين اللي شرفنا مع مجلس الاداره بالكامل، وطلبهم حتى ان هم بيطلبوا ان اذا كان في امكانيه لمنتخب مصر انه يجي يتمرن في صاله زي دي، لان طبعا باللي شافوه التجهيزات اللي معموله حاجه على اعلى مستوى وحاجه فعلا بجد تشرف اي حد الحمد لله. طيب الكاراتيه بقى والكاراتيه بالظبط، انا عايز اسالك على الكاراتيه كمان، وانت احد نجوم الكاراتيه طبعا في مصر بشكل عام، وكنت بطل عالم، وانا عارف ان الملف ده مهم جدا بالنسبه لك، ان احنا محتاجين صاله كاراتيه في النادي الاهلي بخلاف طبعا الصاله الموجوده في مقر النادي في مدينه نصر. والله طبعا ده حلم طبعا شخصي بالنسبه لي، لان انا كنت يعني ابن اللعبه، فبالنسبه لي يعني حلم بقى له 10 سنين لا يقل عن 10 سنين ان احنا يبقى لينا صاله، فكون ان مجلس الاداره اول حاجه يعملها الصاله دي، وباذن الله خلال من اسبوعين لثلاثه هيكون افتتاح الصاله على اعلى مستوى، صاله مكيفه، صاله مغلقه، اربع اوضه كاملين، حاجه على مستوى عالي جدا. فطبعا ده برضو احنا كلنا في انتظار الحدث ده، هيبقى حدث كبير جدا منتظره كل من مارس لعبه الكاراتيه على مدار ال 15 20 سنه اللي فاتوا. بالظبط، ان شاء الله هتبقى حاجه عظيمه جدا، ان شاء الله هتعرض على قناه النادي الاهلي، وطبعا الناس كلها هتبقى حاضره الحدث ده، وبنوعد باذن الله اولادنا من لعبه الكاراتيه هم هيشوفوا حاجه محترمه جدا جدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مهند مجدي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.